كورال طرب إينالكو هو كورال تأسس بال 2018 بجامعة إينالكو للغات الشرقية. تأسس ضمن دروس الغناء الشرقي اللي كنت أعطيها أنا بهاي الجامعة بهدف دعم الطلاب المتعلمين اللغة العربية. طبعا بعدين تطور هذا المشروع لتأسيس كورال، وبعدين انضموا لنا طبعا موسيقيين من جنسيات مختلفة، سوريين وفرنسيين، أكثر من جنسية. اسمي إيف وأنا مغنية في الكورال منذ تأسيسه عام 2018 لأني أدرس اللغة العربية في جامعة إينالكو. بدأنا هذا الكورال في الجامعة وكانت فرصة جميلة لي لتعلم اللغة العربية والتراث الموسيقي السوري. هي تجربة غنية جدا منحتني الخبرة التي تتخطى تعلم اللغة والثقافة. عزفت بيانو لسبعة سنوات وأنا تونسية وعربية وأنا طالبة في باريس. ولما إجيت على فرنسا ما كان فيني واصل يعني أتمرن على البيانو ولا أستمع لموسيقى عربية، فلهذا يعني شاركت بالكورال. ورسالتي الشخصية بالكورال هذية هي أني نعرف للغرب والناس اللي ما يعرفوش الثقافات الشرقية أنه في الشرق في أكثر من لغة، يعني ما في اللغة العربية فقط، وفي أصلاً في اللغة العربية هناك العديد من اللهجات.